تعالى اقفل مش تمشي تاني. شعبان رمضان شوال وايه تاني؟ الابن الرابع اسمه ايه؟ يبقى شهر 12 اكيد يعني. شعبان رمضان شهر 12 ده ايه جاب شهر؟ انت غشيت. لا والله منور. شعبان رمضان شوال يبقى لا ذو الحج. اللي جاب ذو الحج في المنور؟ رجب شعبان رمضان شوال. يا ريتني ما جيت. انتوا انت هتزمسك فيه ولا ايه؟ مش فاهم بعمل ايه. فيك ليه؟ ام انور خلفت اربع عيال. ام انور؟ اه. شعبان رمضان شوال. ابن الرابع اسمه ايه؟ ام انور. شعبان رمضان شوال يبقى لا ذو الحج. اللي جاب ذو الحج في المنور؟ رجب شعبان رمضان شوال. شوال مال ايه؟ بقول لك ام انور خلفت اربع عيال، رمضان شعبان شوال. ابن الرابع اسمه ايه؟ العيد. ايه؟ ما هو العيد في شوال. ارهابي ومش فاهم. ذو الحج على طول بعد اللي بتاع ذو الحج. ليه مش ذو القعده طيب؟ ذو القعده بعد كذا الحج فعلا. لا ولا ده ولا ده ولا ده. ما هو اسماء ممكن يبقى رجب شعبان رمضان يبقى في شوال، ممكن يبقى واحد يسمي ابنه شوال عادي. ست البيه ممكن ايه يا كوسه كده؟ انت قاعده وبعد كده ذو الحجه. انا ما بقولكش الشهور قد ايه. امال ايه؟ بقول لك ام انور خلفت اربع عيال. ماشي. رمضان شعبان شوال. انور ام انور خلفت اربع عيال. ام انور خلفت اربع اولاد يعني. أيوة. شعبان رمضان شوال. الابن الرابع اسمه ايه؟ شعبان رمضان شوال وايه تاني؟ الابن الرابع اسمه ايه؟ يبقى شهر 12 اكيد يعني. شعبان شهر 12 ده ايه جاب شهر؟ شعبان رمضان شوال. بقول لك تعالى بس بص. شعبان رمضان شوال ايه تاني؟ بص مالكش دعوة. ماشي. شعبان رمضان شوال ايه تاني؟ مش عارف. بقول لك الابن الرابع اسمه ايه؟ بقول لك ام انور خلفت اربع عيال. شعبان رمضان شوال. الابن الرابع اسمه ايه؟ ما اعرفش الصراحة. مش عارف. ايه؟ انا قلت لا على فكرة انا قلت الابن الرابع. ام انور شعبان رمضان شوال. ما اعرفش الصراحة. انور. انور انا عايز اقول انور بس في شهر اسمه شهر اسمه انور. انا مالي ومالي شو؟ ام انور. انا بحسب والله انا بحسب اسامي الشهور مش عارف. ماشي. ام انور خلفت اربع عيال. شعبان رمضان شوال. ابن الرابع اسمه ايه؟ طلو. عشان انت غشيت. لا والله. ام انور خلفت اربع عيال. شعبان رمضان شوال. الابن الرابع اسمه ايه؟ شعر. شعر. مش عارفه ليه؟ هي كده والله مش عارف. ما تفكر شوية. فكر معايا. شعبان رمضان شوال. الابن الرابع اسمه ايه؟ لاجر. شعبان ايه؟ قولي كده تاني. شعبان رمضان شوال. شعبان رمضان شوال. الابن الرابع اسمه ايه؟ انور. بالي حقدي بقى صوت حاجة. ام انور خلفت اربع عيال. رمضان شعبان شوال. تمام. الابن الرابع اسمه ايه؟ رمضان. ليها ابن اسمه رمضان شوال. ليها ابن اسمه شوال. امال ايه؟ مش عارف. بقول لك ام انور خلفت اربع اولاد. شعبان رمضان شوال. الابن الرابع اسمه ايه؟ مدحت. مش عارفه. انت اسمك ايه؟ اسمي خالد. ام انور بقى لما خلفت الاربع اولاد دول سميتهم شعبان رمضان شوال. انور. صح. ام انور خلفت اربع اولاد. شعبان رمضان شوال. الابن الرابع اسمه ايه؟ شعبان رمضان شوال. ذو القعدة. شعبان شوال رمضان ذو القعدة. ذو القعدة ليه؟ ايه اللي جاب ذو القعدة وذو الحجة؟ شوال رمضان هو ذو القعدة برضه. انت جبت ذو القعدة منين؟ او ليه؟ ليه؟ عشان هو الشهر اللي بيبقى بعد رمضان.
ذو القعده ذو الحجه. ذو القعده بعد رمضان؟ اه. بعد رمضان ازاي؟ ما انا جبتهم لحضرتك بالترتيب، شوال، شعبان، رمضان. انت بتساليني اللي بعد رمضان. انا مش سالتك ان اللي بعد رمضان. هو الشهر الرابع. ملوش علاقه بالشهور اصلا. بقول لك ام انور خلفت اربع عيال، شعبان، رمضان، شوال، الابن الرابع اسمه ايه؟ الابن الرابع اسمه ايه؟ انور. ايه اللي دخل الشهور بقى؟ انور صح؟ اه. ام انور خلفت اربع عيال، شعبان، رمضان، شوال. انا كملت اسم انور. ام انور خلفت اربع عيال. ها؟ ام انور خلفت اربع عيال، رمضان، شعبان، شوال، الابن الرابع اسمه ايه؟ ام انور رمضان شعبان ايه؟ شوال. انور؟ اه ماله؟ مع انور؟ ماشي انا خلاص بقول لك اهو. ماله انور؟ انا اول مره اسمع السؤال ده، غريب. انور ماله؟ انور وفي انور بيخلف؟ هو انا قلت لك انور بيخلف؟ ما انت بتقول ايه؟ بقول لك ام انور خلفت اربع عيال، رمضان، شعبان، شوال، الابن الرابع اسمه ايه؟ ام انور رمضان، شعبان، شوال، فين الرابع ده؟ رمضان فين الرابع؟ مش في رابع، مش جالي رجب. ما بقول لك الابن الرابع اسمه ايه؟ اه رجب. طب يعني فكرت انت مش قلت اه. امال ايه؟ طب انا مش عارف اعمل ايه يعني. ما بقول لك ام انور خلفت اربع عيال، رمضان، شعبان، شوال، قلت ثلاثة، فين الرابع اجيبه منين؟ بتزعق ليه؟ يعني مش بزعق حاجة. انا بقول لك الابن الرابع اسمه ايه؟ يا ريتني ما جيت. انت هتمسك فيا ولا ايه؟ مش فاهم بعمل ايه. مسك فيك ليه؟ بقول لك ام انور، ام انور خلفت اربع عيال. الربع فين؟ في حد عارف الربع؟ قول انور. ما عم قلت لها انور بتقول لي ايه؟ اه قول ايه؟ فكره انا قلت لك ايوه. وبتعيدها تاني ليه بقى؟ بتوجعيني. قلت انا عايز رد. اهبل ولا ايه بالظبط؟ انت على فكره انت اللي لا مش قلت انور يا ابني في الاول خالص، بعد كده قال لي رجل. وقلت لك ايوه انت رحت انت قايل هي مين انور خلف؟ المهم اني صح وانت على الله. طيب ام انور خلفت اربع عيال، ام انور اه، شعبان، رمضان، شوال، ابن الرابع اسمه ايه؟ ام انور شعبان، رمضان، شوال، يبقى لا ذو الحجه. ممكن اللي جاب ذو الحجه في الموضوع رجب، شعبان، رمضان، شوال. شوال مال ايه؟ بقول لك ام انور خلفت اربع عيال، رمضان، شعبان، شوال، ابن الرابع اسمه ايه؟ العيد ايه؟ ما هو العيد في شوال. ارهابي ومش فاهم. ذو الحجه على طول بعد اللي بتاع ذو الحجه. دي مش ذو القعده طيب؟ ذو القعده بعد كذا الحجه فعلا. لا ولا ده ولا ده ولا ده. ما هو اسماء ممكن يبقى رجب، شعبان، رمضان، يبقى في شوال، ممكن يبقى واحد يسمي ابنه شوال عادي. ست البيه. ممكن ايه يا كوسه كده؟ ذو القعده وبعد كذا الحجه عيد كبير. انا ما بقولكش الشهور قد ايه. ما ليه؟ بقول لك ام انور خلفت اربع عيال، انور رمضان، شعبان، شوال. انور انور. ام انور خلفت اربع عيال، ام انور خلفت اربع اولاد يعني، شعبان، رمضان، شوال، الابن الرابع اسمه ايه؟ شعبان، رمضان، شوال، وايه تاني؟ الابن الرابع اسمه ايه؟ يبقى شهر 12 اكيد يعني. شعبان شهر 12 ده ايه جاب شهر شعبان رمضان شوال. بقول لك تعالى بس بص شعبان رمضان شوال ايه تاني؟ بص مالكش دعوه. ماشي شعبان رمضان شوال ايه تاني؟ مش عارف. بقول لك الابن الرابع اسمه ايه؟ بقول لك ام انور خلفت اربع عيال، شعبان، رمضان، شوال، الابن الرابع اسمه ايه؟ ما اعرفش الصراحه. مش عارف ايه؟ انا قلت لا على فكره انا قلت الابن الرابع. ام انور شعبان رمضان شوال. ما اعرفش الصراحه. انور انور انا عايز اقول انور بس في شهر اسمه شهر اسمه انور. انا ماله وماله شو؟ ام انور انا بحسب والله انا بحسب اسامي الشهور مش عارف. ماشي ام انور خلفت اربع عيال، شعبان، رمضان، شوال، ابن الرابع اسمه ايه؟ طلو. انت غشيت. لا والله. ام انور خلفت اربع عيال، شعبان، رمضان، شوال، الابن الرابع اسمه ايه؟ شعر. شعرف. مش عارفه ليه هي كده ولا مش عارف. ما تفكر شوي.
فكر معي. شعبان، رمضان، شوال، الابن الرابع اسمه ايه؟ لاجر. شعبان ايه؟ قولي كده تاني. شعبان، رمضان، شوال. شعبان، رمضان، شوال. الابن الرابع اسمه ايه؟ انور. فالي. حقدي بقى. صوت حاجه.